بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناة محمد عبدو مع مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الاول مع المحور الاول من اكون والفصل الثالث منه الدروس من 21 ل 30. والنهاردة ان شاء الله معانا الدرس رقم 27 من بداية الفصل الدراسي ويعتبر الدرس السابع في الفصل الثالث. عنوانه المقارنة بين عددين من 3 أرقام. ما تنسوش حضراتكم الاشتراك في قنواتي، الرابط بتاعتها تحت الفيديو، وبرضو يعني التواصل معايا على جروبي على الفيسبوك دروسنا ببيتنا مجانا، الرابط بتاعه تحت الفيديو. وبرضو ما تنسوش ان تحت كل فيديو رابط الدرس السابق ورابط الدرس التالي توصل لأي درس ببساطة وانت عايزه. تعليقاتكم وملاحظاتكم تهمني، واعجاباتكم يعني توصل القناة للناس اللي هي عايزة تشوف الفيديوهات دي ومش عارفة توصل لها. تعالوا بينا مع بعض نشوف درسنا رقم 27، ايه نواتج التعلم بتاعته. وللي بيحضر طبعا يعني زي ما قلت قبل كده، الدرس دايما الفيديو اللي بشرحه شامل تحضيرك وشامل شرحك، الاثنين مكتملين. هنشتغل درسنا النهاردة في دليل المعلم من صفحة 142 ل 145، ده الدرس كله. نواتج التعلم بتاعته ان في خلال هذا الدرس هيقوم التلاميذ بان هم هيشاركوا في أنشطة رياضيات التقويم، هيستخدموا القيمة المكانية عشان يقارنوا بين عددين كل واحد منهم بيتكون من 3 أرقام. طبعا هيستخدموا الرموز اللي خدوها من السنة اللي فاتت، أكبر من ويساوي وأصغر من، عشان يعبروا عن المقارنات بتاعتهم. إيه المواد اللي احنا هنستخدمها أو الوسائل التعليمية اللي احنا هنستخدمها؟ هنستخدم ركن الرياضيات التقويم، وهنستخدم علامات أكبر من وأصغر من أو يساوي بالشكل اللي قدامنا ده، وبعدين هنستخدم مجموعة بطاقات مقارنة للأعداد، بدي مجموعة واحدة لكل مجموعة ثنائية من التلاميذ. المواد اللازمة عشان نكون، لأن هم يعني هيعملوا أكبر من وأصغر من أو يساوي، هنشوف دلوقتي إزاي. وهدي لكل مجموعة 2، يعني أكبر من أو يساوي أو أصغر من مرتين يعني، وكتاب التلميذ طبعا وقلم رصاص، مع ان احنا مش هنستخدم كتاب التلميذ في الدرس ده. تعالوا طيب نشوف هتحضر حضرتك للدرس ازاي. تجهيز المعلم للدرس ان انت هتكون علامات اكبر من واصغر من او يساوي، او تطبعها على ورق عادي مفيش مشكلة. يعني يا اما نكون او نطبع برضو مجموعة من البطاقات، كل بطاقة منفصلة عن التانية لمقارنة الاعداد، مجموعة واحدة لكل مجموعة ثنائية من التلاميذ. واذا كنت هتعمل العلامات بمواد، يبقى يعني المواد دي عبارة عن ايه؟ عصي او شفاطات مقطوعة من النص، او شرائط الشانل اللي هي الشرائط السلكية، او اقلام التلوين، او مشابك الورق الكبيرة. يعني هتحتاج لقطعتين لكل مجموعة ثنائية من التلاميذ، ده اذا كنت هتعملها بمجسمة. يعني هي المجموعة الاعداد ورقية، فاذا كنت عايز تستخدم ورقي مفيش مشكلة، عايز تستخدم يعني ما يتناسب معاك في الموضوع ده. رياضيات التقويم بتاعتنا لمدتها 15 دقيقة هتلاقيها في الدليل صفحة 142، لان هو اختصر الكلام خلاص دلوقتي زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ان بيديك ملحوظة ان انت اذا كنت عايز الدرس بالتفصيل اللي هو الرياضيات تقويم هتلاقيها في درس 20، واذا كنت عايزها مختصرة هتلاقيها في درس 24. يعني عشان تحضيرك بتحتاجها مختصرة، فهترجع لدرس 24 اللي احنا اتكلمنا عليه من حوالي يعني 3 دروس تقريبا. هتستخدم عصي الاسماء عشان تحدد تلميذ، عشان يساعدك في ان هو يقود نشاط رياضيات التقويم ويساعد في انشطة الرياضيات التقويم بتاعتنا. برضو هيتولى تلميذ
هيقع عليه الاختيار، يعني هتختاره بعصي الاسماء عشان يقود نشاط رياضيات التقويم، وهيشارك جميع التلاميذ في النشاط. معلش حتى اذا كان في تكرار كلمه فدي برضو موجوده في الدليل، يعني عفوا يعني. فهندخل على تعلم اللي هي مدتها 40 دقيقه، ودي موجوده في الدليل من 142 ل 145، لانه ماشي متأني جدا جدا في المقارنه. وعجبتني قوي يعني اللي بيتميز بيه النظام الجديد هو ان هو بيمشي يفهم التلميذ اللي هو عايز يوصل له بتأني بطيء جدا، وده مهم، ده مش وحش، ده هو الميزه الحلوه اللي تخلي العيل يستوعب الجزئيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. عشان كده هتلاحظوا دلوقتي حضراتكم الناس اللي بتقول لي تمارين ومش تمارين ومش تمارين، ما ياخدهاش الا بعد ما يدرس الكلام اللي هو موجود في التقويم اللي بنشرحه ده يتطبق، وبعد كده يبدا ياخد تمارين، لان هو في نهايه الدرس او في نهايه المفهوم بيدي المهارات عشان التلميذ يستفيد بيها. فادي التمارين بعد ما يسمع، مش مجرد ما نبدا زي اللي بيقول لي في فيديوهات بتشتغل تمارين على طول. لا، ما ينفعش تمارين على طول. طب احنا ما ضيعنا المنهج الجديد كده، نظام المنهج الجديد ضيعناه ليه؟ انا بصر على التقويم وبشتغل بيه عشان اوصل لك انت المعلومه عشان توصلها للتلميذ، وبعد كده انت حر بمجرد ما توصل بالمفهوم للتلميذ خلاص اشتغل المهارات اللي تعجبك بأي تمارين، ان كان من اي مكان مش مشكلة. ملحوظة للمعلم عشان يعرفوا احنا هندرس ايه النهاردة، ان التلاميذ هيقارنوا الاعداد اللي هي مكونة من 3 ارقام لغاية اللي هي 999، يعني حتى الالف يعني، باستخدام الرموز اكبر من او اصغر من او يساوي. في العام الماضي اتعلمتوا يا اولاد ازاي بنقارن الاعداد، استخدمنا رموز بتساعدنا على ان احنا نعرف العدد الاكبر والعدد الاصغر والاعداد المتساوية مع بعضها. العام ده بقى هتقوموا بمقارنة الاعداد مرة تانية، لكن هتكون اعداد اكبر، وبرضو عشان تقدروا تقارنوا لازم نستخدم اللي احنا بنعرفينه اللي هو القيمة المكانية عشان تساعدكم. تعالوا بينا نبدأ. لازم تعرف الأول العلامات بتاعتنا وتبقى فاكرينها، ودي علامة إيه ودي علامة إيه ودي علامة إيه ودي معناها إيه ودي معناها إيه ودي معناها إيه، وبعدين ده مناقشة بتعملها على الرموز دي مع يعني اتناقش مع زميلك في الفصل عشان خاطر تبقى تتكلم على دول، وبعدين تشارك الايه الافكار بتاعتك وزمايلك كلهم يسمعوا ان انت فاهم الحاجات دي او الرموز دي عبارة عن ايه وبتعبر عن ايه. طيب اتكلمنا عليها بالتفصيل في سنة اولى، اللي مفتوحة مش عارف ايه واللي شكل ايه واللي شكل ايه، وكلمة اكبر بناخد الكاف بتاعت اكبر دي على طول، علامة اكبر هي الكاف بتاعت اكبر وعكسها تبقى اصغر، والمفتوحة ناحية الكبير. الكلام ده كله حضراتكم يعني مستوعبين. هنقول لهم بنستخدم الرموز دي عشان بتساعدنا على مقارنة الاعداد المكتوبة من 3 ارقام. طب بصوا على السبورة كده يا اولاد، وهتروح حضرتك كاتب المسألة دي 731 وتحط نقط 378. تأنى بقى وانت ماشي واحدة واحدة. هتقول عايزين نستخدم رمز للمقارنة بين العددين اللي عندنا دول. اولا عايزين نحدد مين الارقام الاكبر ومين الارقام الاصغر، يعني مين فيهم ارقامه صغيرة ومين فيهم ارقامه كبيرة. ازاي يعني؟ يعني لما نيجي نقارن ارقام من عدد واحد زي ما عملنا في السنة اللي فاتت بنقدر بسهولة على طول عن طريق الكمية بنعرفها، يعني 9 عدد 9 ده لما بيكون معانا كمية اوراق او كمية حصى او كمية يعني للعد، يعني بنلاقي 9 اكبر من الاثنين عارفينها وبسيطة. لكن لما يكون العدد عندي بقى كبير زي اللي قدامي ده ما نقدرش نعرف الكمية بسرعة او بسهولة، عشان كده بنستخدم اللي احنا عرفناه بكلمة القيمة المكانية واتدربنا عليها عشان بتساعدنا. طب بصوا على المسألة على السبورة، وفي اعتقادكم منين نبدأ عشان نقارن الاعداد دي؟ يا ترى نبدأ من خانة المئات
ولا من خانة العشرات ولا من خانة الأحاد؟ فكروا وشاركوا تفكيركم مع زملائكم المجاورين واسمع منهم، وبعدين قول لهم بقى عشان يعني تتأنى معاهم، بحيث حتى اللي مش عارف يعرف. هنلقي نظرة على العددين دول، بصوا لهم كويس، ارفعوا ايديكم اذا كنتوا تقدروا تحطوا دائرة حوالين خانة الأحاد في العددين اللي عندنا، ونطلع اولاد، واحد يحط على الاولى وواحد يحط على التانية. اذا احنا حطينا ايه الدائرتين على خانة الاحاد في 731 اللي هو الواحد، وخانة الاحاد في 378 اللي هو التمانية. هنبدأ نسألهم على الرقمين اللي محطوط عليهم دوائر، مين في دول اكبر، الواحد ولا التمانية؟ ده طبعا سهل للاولاد، هيردوا يقولوا التمانية. طب ده كلام جميل، التمانية اكبر. هنتأكد او هننظر لخانة الأحاد بس، ممكن نعتقد بعد ما شفنا الكلام ده ان ال 378 اللي هي فيها التمانية اكبر، هنعتقد ان هي دي اكبر، يعني التمانية موجودة في العدد ده، والتمانية هي الكبيرة اللي اكبر من الواحد، هتعتقد ان ال 378 هي الاكبر. هل الكلام ده صح؟ هل فعلا ال 378 هي الاكبر؟ اتكلم مع زميلك كده، ولما تعرف ارفع الابهام وقت ما تكون مستعد. العدد قدامهم محطوط والدوائر محطوطة، هنبدأ نقول لهم هنشوف اذا كان تفكيركم صح ولا لا. تعالوا نبص على خانة المئات في العددين دول، ارفعوا ايديكم اذا كنتوا تقدروا تحطوا خط تحت الارقام اللي موجودة في خانة المئات. هيبدأوا الاولاد يحطوا تحت السبعة ويحطوا تحت التلاتة، وبعدين نبدأ نسألهم بقى السبعة هنا قيمتها كام؟ دي في خانة المئات اتدربوا عليها الولاد في القيمة في الـ في الـ في الـ في الصيغة الممتدة، ان دي عبارة عن 700 والتلاتة عبارة عن 300. طب مين من العددين دول اكبر، 700 ولا 300؟ طبعا الاولاد هيردوا يقولوا 700. ده كلام جميل، هنقول لهم فعلا 700 اكبر من 300. ده بيعرفنا ان فعلا احنا محتاجين ان احنا ننظر الى المكان بتاع المئات لما نيجي نقارن الاعداد المكونة من تلات اعداد. يعني زي ما شفتوا انتوا توقعتوا ان التمانية كبيرة، يبقى 378 هي الكبيرة، لكن لما شفنا خانة المئات لقينا التلاتة اللي في 378 صغيرة، يبقى ده معناه ايه؟ الخانة اللي بتخبرنا عن العدد الاكبر والعدد الاصغر هي خانة ايه شطار؟ خانة المئات. افتخروا بنفسكم بقى ان انتوا قدرتوا تعرفوا الاجابة. يبقى دلوقتي نقدر نحط علامة ايه؟ علامة اكبر من. ليه؟ لان السبعمية اكبر من التلتمية، يعني السبعمية واحد وتلاتين اكبر من التلتمية تمانية وسبعين، لان دي 700 وقدامها عدد، ودي 300 وقدامها عدد، ما يفرقش معايا الاعداد طالما ان 700 اكبر من 300. واحد معاه 700 فلوس ومعاه 31 جنيه، واحد تاني معاه 300 فلوس و 78 جنيه، على طول اللي معاه 700 اكبر، مش كده ولا لا؟ لان ده معاه 700، حتى لو كان العدد اللي فاضل اصغر من العدد اللي فاضل مع اللي معاه 300، يبقى برضو هنقدر نعرف على طول من خلال خانة الايه؟ المئات. يبقى هنحط العلامة اللي هي اكبر من، وما تنسوش ان دايما الجزء المفتوح من العلامة ناحية العدد الكبير، يبقى العلامة هتكون بالشكل ده. طيب كده قدرنا نعرف. طب تعالوا ناخد مثال تاني كده يا اولاد، ونكتب على السبورة 413 و492. هنا بنوري له بقى هنعمل ايه في الحالة دي اللي قدام مننا. هنبدأ نقول له انا كتبت عددين 413 و492 على السبورة. احنا عارفين ان احنا بنبدأ الخانة اللي بتحتوي على اكبر قيمة، بما ان العددين من تلات ارقام، ودي اهم حاجة، اهم حاجة بقى واكد عليها، ان قبل ما تبدأ تقارن عددين عفوا
قبل ما تبدأ تقارن أي عددين لازم تعرف عدد أرقامهم كم رقم قبل ما تبدأ الايه انك تبص لمين الكبير ومين الصغير والمئات ولا الكلام ده كله. قبل ده كله تبص على ايه؟ ايوه، تبص على عدد الارقام. في الاولى 3 ارقام وفي الثانيه 3 ارقام يبقى متساويين، يبقى هبدا اعمل العمليه اللي احنا قلنا عليها دي ان هم مكونين هم الاثنين من 3 ارقام، فعشان كده هيكون الرقم الاكبر هو اللي في خانه المئات، طالما ان ده من 3 ارقام وده 3 ارقام. ارفعوا ايديكم اذا كنتوا تستطيعوا وضع دائرة حول الارقام اللي في خانة المئات. بقى خانة المئات طلع الاولاد هيحطوا دائرة على 4 و4. فهنبدأ نسأل هنا، انتم ملاحظين ايه بشأن الارقام اللي في خانة المئات؟ ارفعوا ايديكم اذا كنتوا عايزين تشاركوا افكاركم. هنسمع طبعا من الاولاد يقولوا ان هي متساوية. هنقول لهم جميل، بيحتوي العددين على الرقم 4 في خانة المئات، يبقى ده معناه ان هم متساويين، يعني ان العددين متساويين. هل هنحط تساوي في النص؟ لا لا. ليه؟ لان لسه هنا في ارقام تانية هنا هنحتاجها ما دام تساوت هناك، عشان عرفنا مين الاكبر ما بصناش للارقام اللي قبل من المئات اللي هي العشرات والاحاد. لكن هنا ما دام متساويين يبقى هنتاكد من انهم متساويين من باقي الارقام. طب هنعمل ايه؟ هنفكر ازاي؟ شارك كده مع زميلك وارفعوا الابهام لما تكونوا مستعدين. عشان ايه يعني مستعدين لايه اللي احنا علينا ان احنا نعمله؟ هيبدأوا الاولاد يتكلموا، هتستمع حضرتك للمحادثات بتاعتهم عشان تعرف التلاميذ اللي عندهم استيعاب وفاهمين المفهوم ده كويس قبل ما تقدمه انت، واطلب منهم ان هم يطلعوا يشرحوا افكارهم للفصل اذا امكن. وبعدين في حال ان تلاقي بقى الفصل كله مش عارف، يبقى هتوضح ان انت لازم تنتقل الى خانة العشرات. وهتنتقل اليها ازاي؟ هتقول لهم طالما ان خانة المئات فيها رقمين متساويين يبقى علينا ان احنا ننظر نبص على الخانة اللي اقل منها على طول، اللي هي خانة ايه؟ خانة العشرات. ارفعوا ايديكم اذا كنتم تقدروا تحطوا دائرة حوالين خانة العشرات. هو كان مفروض يحط شرط يعني، معلش، حوالين خانة العشرات. هيطلعوا الاولاد يحطوا الدوائر على خانة، انا شلتها خالص احسن، على خانة العشرات. هنا بقى ملاحظين ايه؟ عندي 1 وعندي 9، مين في الرقمين دول اكبر؟ هي مفروض يقول 10 ولا 90، ما يقولش 1 أو 9، ما خدتش بالي دلوقتي انا. يعني هو قايل اي من الرقمين التاليين اكبر، 1 أم 9؟ يعني هي ممكن تتقال تسهيلا للاولاد يعني عشان ما يتوهوش برضو. فهيقولوا الاولاد ان 9 هي الاكبر. اجل ستار، 9 هو الاكبر. عشان كده هنحدد بقى خلاص ان العدد اللي فيه رقم 9 ده هو العدد الاكبر، يعني 492 هي الاكبر. لكن العلامة هنا بتتحط على اساس ايه؟ على اساس الاول، لان احنا بننطق الاول بنقول كده 413 ها اصغر، ما بنقولش اكبر، مش كده؟ يبقى هحط علامة أصغر اللي هي الفتحة الكبير، الفتحة بتاعتها ناحية الكبير، يعني برضو زي ما احنا بنقول الفتحة بتبقى ناحية الايه؟ الأكبر. ممكن يعرفها بالقصة دي على طول، بس عشان لازم يعرف المسمى ان دي أصغر من ويبقى عارف ان الفتحة ناحية العدد الايه؟ الكبير. طيب بعد ما ادينا المثالين دول هنقول لهم دلوقتي بقى جه دوركم انتوا بقى عشان تحاولوا هتعملوا مع زملائكم المجاورين. هدي كل ثنائي منكم، هنعملوا مجموعه من 2، يعني انت وزميلك مجموعه، هديكم بطاقات الاعداد و2 من العصي او اي ماده انت عملت هتعمل بيها الايه العلامات اكبر من او اصغر من، او ورق الايه العلامات اذا كانت محطوطه مرسومه في ورق. المهم ياخدوا العلامات وياخدوا بطاقات الاعداد. طب البطاقات الاعداد هتكتبها انت من عندك؟ لا، الدليل جايبها لك، وفي اخر الكتاب خالص في اخر صفحات الدليل، اخر صفحه جايب ايه؟ مجموعه اولى ومجموعه تانية في صفحتين ورا بعض. هتقول له، هتقول للتلاميذ
هكتب مسألة مقارنة على السبورة. طبعا انت هتاخد اول مسألة تختارها، مثلا هتجدوا بطاقات الاعداد دي وهتحطوها قدامكم، وكل واحد منكم هيعمل مع زميله في مجموعة ثنائية عشان يحدد الرمز اللي ايه اللي هيستخدمه بعصي الاسماء او بالورقة اللي مكتوب عليها الرمز، مرسوم عليها الرمز. دلوقتي جه دوركم، ادي المسألة الاولى هنكتبها على السبورة 938 و689. هيدوروا الأولاد في البطاقات بتاعتهم لغاية ما يطلعوا العددين دول ويحطوهم قدامهم ويشوفوا المقارنات. أول حاجة يبصوا لها، اسألهم وقف أوي عند الحتة دي، ها أول حاجة نعملها إيه؟ هيقولك نبص خانة المئات. لأ، اول حاجة نعملها عد الارقام، دول تلات ارقام ودول تلات ارقام متساويين، يبقى بعد كده بص على خانة المئات، دي تسعة ودي ستة، يبقى على طول ايه الاولى اكبر، وحط علامة اكبر من، واخلي الاولاد يعملوها قدام منهم وهم شغالين بالبطايق. هتتجول حضرتك في الفصل عشان تساعد التلاميذ وقت ما يحتاجوا ويكتبوا الرمز، تتأكد منه انه صح ولا لأ، انت اكتبه لهم على السبورة بعد ما وضحت لهم، واطلب من التلاميذ ان هم يتحققوا من اجابتهم ان انتوا حطيتوا فعلا العلامة اللي احنا حطيناها. تكرر الخطوات باستخدام مسائل مقارنة إضافية باستخدام الأعداد الموجودة في بطاقات التلاميذ اللي هتوزعها عليهم. والله إذا كان الوقت كافي عندك هتديهم البطايق دي، إذا كان يعني دي والتانية، إذا كان وقت ضيق يبقى اكتفي بدول بس. لاحظ إن دول كل واحدة منفصلة، مش بيقارنوا الاتنين اللي قصاد بعض، لأ يعني دول كده أهو 10 بطاقات محطوطين قدامهم، مش واحدة فيها العشر أعداد، ولا اتنين فيهم 5 و5، ولا 5 فيهم 2، لأ ده كل واحدة لوحدها. عشان ياخدوا بقى هنا ويصنفوا، يعني ممكن دي يقعدوا يلعبوا فيها طول النهار، ياخد العدد ده مره مع ده، مره مع ده، مره ده مع ده، مره ده مع ده، يعني هتبقى رحله طويله ما شاء الله، يعني مش هنخلص منها. هو الراجل جايب لك بطاقتين، يعني مجموعتين زي ما انت شايف، دي قال بطاقات مقارنة الاعداد ودي بطاقات مقارنة الاعداد اتنين. هتقول لي هنا سايب دي فاضية ليه؟ لا مش قضية فاضية، يعني ممكن انت تحط اي عدد فيها، لكن هو عشان بس المربع او المستطيل اللي هو عامله، يعني مش هينفع يحطه لك مقصوص يعني، وبعدين دول كلهم مقصصين زي ما قلنا يعني. ويبدأوا الاولاد بقى يجربوا ويتدربوا، ويعني تصادف ممكن يجي لهم ال47 وال47، ممكن تجي لهم ال740 مع ال740، ممكن تجي لهم ال740 مع ال47. خدوا بالكم من الملاحظات دي، يعني تتكرر مع الاولاد ويستفيدوا منها ويعرفوها. متهيألي هم المسألتين دول اللي البطاقتين دول هو اللي كان جايبهم، اللي هم بتوع المسألة اللي كتبها لهم على السبورة في الآخر وهم حلوها. دي البطايق اللي موجودة في الدليل في آخر الصفحات، عشان يريحك يعني، منبسط لك الأمور الراجل بكل بساطة، شرحه بسيط، وحتى إعداده للدروس كمان بسيط جدا. بعد كده هتشجعهم طبعا، بتمر طبعا وتتأكد من الكلام ده والملاحظات بتاعتهم، وهم يتحققوا مع زملائهم ويتناقشوا معاهم، والقصص دي كلها انا بختصرها وبشيلها. احسنتم صنعا يا تلاميذ الاعزاء، لقد استمتعت انا حقا بالاستماع الى احاديثكم، فانتوا اتعلمتوا الكثير عن القيمة المكانية ومقارنة الاعداد. من فضلكم بقى حطوا المواد بتاعتنا في الحقائب بتاعتها او في الحقيبة بتاعتها اذا كنت مجمعها مع بعضها على حسب ما انت عاملها، وبعدين تقول لهم تعالوا بقى لتأمل، خد بالك من الحتة دي، تأمل الاول في صفحة 145، هتيجي على السبورة تكتب ده، ايه ده؟ طب الاولاد ما خدوش الكلام ده، مش فكرة خدوا او ما خدوش، هو فكرة ان هم يطبقوا اللي تعلموه. ده عدد مكون من 6 ارقام وده عدد مكون من 6 ارقام، اول حاجة بيبصوا لها عدد الارقام في كل عدد، في كل عدد منهم، مدام 6 يبقى هبدأ ابص على اخر خانة هنا، مش مهم اسمها ايه ولا قيمتها ايه، ما تدخلش في التفاصيل دي خالص. يعني هنا انت ما تتعرضش لا لقراية العدد ولا القيمة المكانية بتاعت الارقام بتاعته، لا انت كل هدفك منه ان هم يطبقوا اللي ايه اللي اتعلموه،
ان يعد الارقام هنا ويعد الارقام هنا، لقى الاعداد متساويه. طب افرض ان واحد كان 5 وواحد كان 6، خلاص يبقى الخمسه اصغر، 5 ارقام جنب بعض اصغر من ال6 ارقام اللي جنب بعض. هتبدا بقى هنا تقول لهم انظروا للعددين اللي مكتوبين على السبورة، لو طلبت منكم ان انتوا تقارنوها وتعرفوني مين الاكبر ومين الاصغر، يا ترى يمكنكم فعل الكلام ده ازاي؟ انتوا تعلمتوا اللي يساعدكم. طب يلا كده التفت لزميلك واتكلم معاه وشارك افكاره، وبعدين قولولي هل قارنتم ولا لا، والمقارنة اللي عملتوها ازاي. هنا بقى في التأمل كده ان هو يبص للعدد يخاف منه اول ما يشوفه، لكن لما يطبق القاعدة بتاعتنا ان احنا نقرأ نعد الارقام الاول، دي اول حاجة لقيناها مختلفة، يبقى اللي عدد ارقامه كبير هو الكبير، وبعد ما يتساووا يبقى يبدأ يبص الاكبر قيمة اللي هي اخر رقم عنده، ال1 و6، مش الواحد اللي هنا، ال1 و6. اذا ده اصغر من ده او ده اكبر من ده، وفهموا ان ده مدام ده اصغر من ده يبقى ده اكبر من ده، احمد اصغر من علي يبقى علي اكبر من احمد. فاهم هالو ببساطة كده. وبعدين حي كل تلميذ زميله، يلا حبايبي شطار، انتوا كده اتعلمتوا كتير وبذلتم مجهود كبير وبحييكم، وانتوا كمان حيوا زملائكم المجاورين. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة. حط الماوس على شعار القناة او المسو، هيظهر لك اشترك، الاشتراك هتضغط على الاشتراك هيزيد العدد 1، وهيظهر لك الجرس اضغط عليه عشان يبقى انت كده اشتركت، وضغطك على الجرس هيوصل لك رسالة بأي فيديو انزله، وده اسم القناة موجود تحت الفيديو، تضغط على اسم القناة اللي تحت الفيديو هيدخلك على القناة، تختار على طول قوائم التشغيل، قوائم التشغيل تدور على سنة تانية صف الترم الاول، هتلاقي سنة تانية لها تقريبا 4 قوائم، هتختار اللي انت عايزه منهم، تفتحه تلاقي الدروس كلها موجودة. وانا هحط لك هنا القائمتين، قائمة متعدد الرياضيات، متعدد التخصصات والرياضيات، بالاضافة للدرس السابق في الرياضيات، عشان اذا ما كنت شفته يبقى تضغط عليه وتتفرج عليه. بكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة، اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.